تاكسي يا حبيبي، ادي اخوك الفلوس مع الشفيرة. انا مسبت السكه وجايه يا حبيبي. ان شاء الله. يلا سلام. على السلامه. مش عارف صح. اللهم صل على النبي، ربنا يخلي. انا عندي الواد ابني كده برضه، بلعت فلوس. هات فلوس يا بابا اجيب قميص وبنطلون، هات فلوس يا بابا انا طالع رحله ما بيشبعش. ربنا يخليه. الله يخليك يا مدام. حضرتك بقى ما عندكيش غير واد واحد؟ لا اتنين. والله اكتر حاجه اتنين، ورحت رفت على كده. بس المره لما تضرب كتير. مره تضرب يعني حضرتك ينفع يعني اللي بتقوله ده؟ ايه الاسلوب ده؟ سامحيني معلش، اعذريني، ما قلتش لا مؤاخذه. لا مؤاخذه، المره لما تضرب كتير بتبقى عامله زي المره مراتي، عامله زي مكنه الفشار. طلعهم عليا سبعه كل شويه، هات هات هات. والله ما دام ملحق عليهم يا سفيفه ومنصوصه زي حضرتك كده، بس جباره. ربنا يسعدك. ربنا يخليك يا مدام. بس حضرتك كلامك قليل، مش بتاخد وتدي في الكلام كده يعني؟ اه شويه. اه والله اقطع حاجه، لا مؤاخذه المره لما تتكلم كتير مع راجل غريب افتكرها شمال. ايه؟ معلش، ما انا قلت لا مؤاخذه. اقسم بالله ان انا مستعجله وفي الزحمه كنت نزلت حالا. حضرتك بتبلبعي ايه؟ اوعي كنت رمضان، حجم الناس بقت بتاخده زي الملابس 18 قوي. انت عارف حضرتك في ست كبيره عندنا في الشارع بتاعت 60 62 سنه، ست عجوزه بركه. المهم الست دي ظهرها قفش عليها، راحت للدكتور قال لها حتى انت عندك غضروف، انت عايز عمليه. قلت لها يا عم الحاج ب 60,000 جنيه يخرب بيتك، ما تملكش 60 جنيه بجيبها. المهم حضرتك حسام جوز بنتها كان شغال في العراق ايام ضرب وش والضرب والتهجير وكده. المهم رحلوه واشتغل على تريلا من اللي هي الكبار دي، هناك عارفه سواقين الترولات بيقعدوا باليومين والثلاثه على الطريق. فراح ايه؟ اخد رمضان عشان يعرف يطبق، قال لها خدي ده حماتي هيريحك. المهم يا مدام الشحن مش انا، قولي له انا حطهولك في الطفايه. وفعلا الست خدته بقت رايحه وجايه، ماهيش دريانه باي حاجه. صدقوا طمني بالله، الست ادمنت وهي عندها 60 او 62 سنه ما تذكرتش. حضرتك ده مش بورشام حضرتك ولا ترامادول، ده بتاع اسبرين للصداع. انا عندي صداع، دماغي حضرتك هتنفجر. يبقى حضرتك اكيد بتطبق حجم التطبيق ده. لعنه ده بيدمر الصحه، انا ما عادش بعملها، كنت بطبق باليومين والثلاثه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. حق من قرار الحجاب ده يجي في اي لحظه. الف مبروك يا مدام، اللهم اجينا واجي نساء المسلمين جميعا. صدقت طمني بالله، فلوس العربيه دي بركه. والله العظيم كانت فلوس الحج بتاعت امي، قلت لها اما بقى انت هتطلع الحج وانا اشتغل على بتاع العالم، اديني الفلوس يا اما اشتري تاكسي بدل ما انا شغال على بتاع العالم. قالت لي خد يا هشام هيك ما تقعد تصرف. بس من ورا قلبها والله كانت تحبني قوي. انت عارف حضرتك اول ما ربنا يكرمني لازم اطلع حج لها باذن الله. دين بيل اب. حضرتك انا مش محجبه، انا مش محجبه، انا عندي صداع، انا عندي صداع. الصداع ده بقى عرق مش مرض، يعني ممكن يكون انزلاق غضروف للفقرات العنقيه، ضغط، والعياذ بالله سكر. بس انا حضرتك مثقف طبيا جدا، يومات اتفرج على برنامج الطبيب اللي بيجي على قناه القاهره والناس بقى. زي دي يعني المره ما ينفعش يبقى وشها مكشوف بالدرجه دي، لان حضرتك في اطفال بتتفرج، في عيال صغيره بتتفرج. انا الواد لما اتفرج قال له بابا عينيها افلام سكس، قلت له حبيبي لما تكبر هتتفرج وتنبسط. الحمد لله على السلامه يا مدام، كده تخدينا عليك. والله العظيم ما سبتك لحظه، احنا عندنا ولاء برضه. بس انا عاتب على حضرتك، حضرتك بتفتحي باب العربيه فجاه، في جهه اي عربيه معديه تقوم لطشه الباب. والله العظيم مره زبونه عملتها قعدت عند السمكار يومين، العربيه مش الزبونه. قولي لي يا مدام، قولي لي انا اقف على جنب وانزلك، وانا مش هنزلك. هنزلك يا مدام، بس ان انت تعملي كده وتنزلي فجاه، انت عارفه باب العربيه الفرنه بكام النهارده؟ ده لو لقيتيه ولو رحت التوكيل هيدفعوني الطاقه اربعه. لا مدام عملت ايه؟ انت بتقطع شرايينك؟ عايزه تموتي كفره؟ يا مدام ده كده ماتت؟ طب معلش بقى، ممكن تحاسبوني قبل ما تحاسبوها؟ مالك؟ مين ده؟ مش عارف. انا ودي الجناح دي فين؟ جناح اربعه. ماشي يلا. زي الملايكه اما تشوفها ورده يا تحلى.